السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هبد كورة، معكم عصام السرساوي. وقبل ما نبدأ في الحلقة نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وندعي لإخواننا في فلسطين. محمد صلاح يعود للإبداع، محمد صلاح يعود للتألق، محمد صلاح يعود لمحمد صلاح اللي احنا عارفينه، محمد صلاح بتاع السنة اللي فاتت والسنة اللي قبليها في ليفربول. محمد صلاح بيصنع المجد والتاريخ، يعني وصل للهدف 84 مع ليفربول أسرع من سواريز وأسرع من فرناندو توريس. محمد صلاح بيكتب بأحرف من ذهب في تاريخ ليفربول. يلا بينا نتكلم جوه الحلقة عن مباراة واتفورد وليفربول النهاردة وانفراد، وان ليفربول سالح بالصدارة، وهنتكلم عن انفراد محمد صلاح بوصول ال 84 هدف أسرع من سواريز وأسرع من فرناندو توريس جوه الحلقة. يلا بينا نتعرف على الأرقام ونتكلم عن محمد صلاح جوه الحلقة. بس قبل ما نخش على الحلقة، ايه تنزل تعملنا بلايك كتير، لأن اللايك الكتير بيخلي الفيديو بتاعنا ينتشر، فما تبخلش علينا باللايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس. ويلا بينا نخش على الحلقة. في البداية مباراة ليفربول النهاردة وهدفين محمد صلاح ضد واتفورد، هدفين احلى من بعض، يعني المفارقة ان الاثنين بالرجل اليمين، وكان برضو هدفه في سالزبورج بالرجل اليمين، الهدف الغريب العجيب اللي ضرب كل التوقعات، هدف عالمي، هدف كان من زاوية ميتة. والنهاردة محمد صلاح بالهدفين دول بيوصل للرقم 84 هدف مع ليفربول في 126 لقاء، اسرع من سواريز اللي احرز 82 هدف في خلال 136 لقاء او 133 لقاء، وفرناندو توريس اللي في 141 لقاء احرز 81 هدف. محمد صلاح بيكتب اسمه باحرف من ذهب، محمد صلاح بيتفوق على سواريز وبيتفوق على فرناندو توريس مع ليفربول. ارقامه الجميلة وارقامه العالية مع ليفربول تخليني اقولك استمر يا ابو مكة في ليفربول، واكتب مجد لنفسك ومجد ليفربول، خليك زي جيرارد في ليفربول، هتبقى اسطورة في ليفربول، ما تمشيش، هتاخد الدوري السنة دي ان شاء الله الانجليزي مع ليفربول، واخد دوري الابطال، انت محتاج اكتر من كده، واخد السوبر، هتلعب كاس العالم للاندية ان شاء الله وتاخدها، محتاج ايه اكتر من كده، انك تلاقي فرقة تلعب فيها بقيمة ليفربول. ليفربول مش فرقة صغيرة، ليفربول معروفة أوروبيا ومعروفة في الدوري الإنجليزي وتاريخها يشفع لها. محمد صلاح بيكتب تاريخ مع ليفربول وبيسطر اسمه وحروف اسمه من ذهب في تاريخ ليفربول. استمر في ليفربول، ما تمشيش، هتعمل مجد وهتبقى أسطورة من أساطير ليفربول. ليفربول النهاردة اللي فاز بأداء متوسط، فاز 2-0 بهدف عالمي لصلاح بالكعب وهدف جميل، الجون الاول برضو باليمين في المقص حاططها في زاوية ميتة محمد صلاح، وهدفه كمان الجميل الرائع قدام سالزبورج اللي كان من زاوية ميتة، اللي كلهم استغرب الكرة دي دخلت ازاي، فعلا كرة صعبة جدا جدا، هو عملها قبل كده في روما بس كانت برجله الشمال، كانت متهيألي يعني من وجهة نظري ان الكرة بتاعت سالزبورج اصعب كتير كتير، بالشمال ممكن تلف لكن باليمين تلف لجوه، باليمين بقى ده انت لازم تدفعها لجوه برضه، صعبه جدا جدا. فصلاح يعني هو متعود على الجوان الغريبه والعجيبه، الجوان السهله ما بيجيبهاش، ضيع 4 انفرادات في ماتش سالزبورج وجاب الجون الغريب ده، اصعب يعني جات له فرص اسهل من دي بكتير. محمد صلاح الحمد لله بيعود للتالق، بيعود لمحمد صلاح اللي احنا عارفينه، بيعود كم مره بفتره فراغ كبيره وقعد كم مباراه ما يحرز اهداف، خلال 3 مباريات متتاليه بماتش النهاردة احرز 4 اهداف، 3 في الدوري و1 في دوري الابطال. نتمنى التألق لمحمد صلاح، نتمنى التركيز لمحمد صلاح، وان ودانه ما يرميهاش للسوشيال ميديا، ما يرميهاش للمواقع التواصل الاجتماعي، لا ركز، اللي يتكلم عليك يتكلم عليك، في ناس بتتكلم عليك حب مش بتتكلم عليك كره، في ناس بتنتقدك حب وفي مش كره ولا غيرة، عايزينك تبقى الافضل. الاب لما بيقصوا على ابنه ولا بيعلمه حاجة او بيزعق له بيبقى نفسه ابنه ده يبقى احسن واحد، ما بيكرهوش، زي برضو احنا لما بنتكلم عن صلاح وبننتقد صلاح عايزين صلاح يبقى احسن حد، احنا بنحب صلاح، صلاح فخر مصر وفخر العرب، صلاح مش ده لعيب عالمي، فاحنا عايزينه وبنفرح بيه وبنستنى له ماتشاته وبنتكلم عن ماتشاته، فعايزينه يبقى احسن من كده، مش عايزين يرمي ودنه لمواقع التواصل الاجتماعي او للسوشيال ميديا عموما. صلاح بيكتب تاريخ
لمصر وبيكتب تاريخ لنفسه وبيكتب تاريخ للعرب طبعا، زي ما بنفخر برياض محرز كمصريين وكعرب، وزياش وحكيمي وتريزيجيه وكل اللعيبه، وهب الخزري، كل اللعيبه وكل اللعيبه العرب طبعا بنفخر بيهم، لان دول بيمثلوا نفسهم وبيمثلوا بلدهم وبيمثلوا العرب. يعني محمد صلاح مش ابننا لوحدنا، لا، كل عربي بيفخر بمحمد صلاح زي كل عربي بيفخر برياض محرز، زي ما كل عربي بيفخر باي نجم بيتالق في اي دوري في العالم ويبقى فخر لينا. محمد صلاح هو ده اللي احنا عايزينه منك، انك تستمر كده، تنسى بقى المواقع التواصل الاجتماعي شويه وركز في شغلك عشان تجيب اهداف اكتر، وعشان تنافس على القاب اكتر، وعشان تنافس على جوائز اكتر فرديه. نتمنى التوفيق لمحمد صلاح. محمد صلاح وليفربول بيطيروا بالصداره، محمد صلاح وليفربول شارخين 16 فوز وتعادل، فارقين عن اقرب منافسيهم ليستر سيتي اللي اتعادلت النهارده 10 نقاط، وعن مانشستر سيتي 17. لو مانشستر سيتي فاز بكره قدام الارسنال هيبقى فرق 14 نقطه. اعتقد ان الدوري بيقترب رويدا رويدا، وبيقترب جدا من ليفربول، وحلم غائب بقاله فترة كبيرة جدا جدا. نتمنى التوفيق لمحمد صلاح وياخد الدوري الانجليزي مع ليفربول وخطوة جديدة. واستمر في ليفربول يا مو، عايزينك في ليفربول تكتب تاريخ، الناس دي ما بتنساش، ليفربول مش هينسى وهيتبقى أسطورة بالنسبة لنا. كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. ايه تنزل تدعمنا بلايك وشير واشترك في القناة وفعل زر الجرس وقول لنا رأيك في الكومنتات.